بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن فضل العلماء ومكانة العلماء في المسلمين فإن ذلك لا يجهله مؤمن، مؤمنون كلهم معترفون بفضل العلماء ومكانة العلماء وحاجة الناس إليهم، لأنه بدون العلماء يضيع المجتمع في أمور دينه وعقيدته، فلا بد من وجود العلماء في المجتمع. والمراد العلماء الربانيين، العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما مجرد العلماء الذين علمهم على ظاهر ألسنتهم وليس في قلوبهم شيء من خشية الله، فهؤلاء وجودهم كعدمهم، بل قد يكون عدمهم أحسن من وجودهم، لأنهم يضلون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخشى على أمتي من منافق عليم اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يخشى الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فحينما يمدح العلماء ويثنى عليهم فإنما يراد بهم العلماء الربانيين الذين يخشون الله حق خشيته ويتقونه حق تقاته ويقومون بالإصلاح في مجتمعاتهم ويقودون الأمة إلى رشدها وصلاحها، فهذه الأمة تسير على خطى الأئمة الذين يمثلون العلم النافع في عملهم وفي دعوتهم إلى الله عز وجل وفي ترشيد المجتمع في عقيدته في معاملاته في أخلاقه. هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون الثناء من الله ومن عباد الله. فليس كل عالم يحتسب، إنما يحتسب العلماء الربانيون الصالحون المصلحون الذين ينشرون علمهم ويبلغونه، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. هؤلاء هم العلماء. والله جل وعلا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
فمن المتعلمين أو من هو عالم بلسانه دون قلبه، وهذا هو الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه يحرف الكلمة عن مواضعه ويلتمس للناس المخارج عن أمور عقيدتهم ودينهم ويحدث لهم الرخص بدون تقيد بأدلة الكتاب والسنة، هذا هو يخشى على المجتمع منه. أما العالم الحقيقي فهو الذي ورث العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقام به حق القيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يستطيع الشيطان إضلال الناس عموما، هو يضل بعضهم، لكن أن يضل الناس عموما لا يستطيع مع وجود العلماء الذين يقاومونه، إنما يستطيع هذا إذا فقد العلماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم له فضل، والمراد العالم الذي يمثل العلم حقيقة فيعمل به ويدعو إليه ويعلمه للناس. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وليس المراد من العلم تخزين العلم في الصدور وحفظ المتون والأقوال، حفظ النصوص، هذا لا يكفي، هذا تغني عنه الكتب الموجودة، أن العلم محفوظ فيها، إنما العالم المتحرك الحركة المثمرة في المجتمع الذي يدعو إلى الله على بصيرة، هذا هو العالم. وأنتم تقرؤون في السير وفي التاريخ الأئمة الذين نشروا العلم وقاموا به، هم الذين بقي ذكرهم وبقي عملهم وبقي. أما العلماء الذين اكتفوا بتخزين العلم في صدورهم ولم يقوموا بواجبه، فهؤلاء ذهبوا في وقتهم ولم يعد لهم ذكر ولم يعد لهم أثر، لم يعد لهم أثر في الناس. أما الأئمة الذين من الله عليهم بالعلم والعمل ونفع المسلمين فذكرهم باقي بالثناء عليهم والدعاء لهم ترحم عليهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبقيت كتبهم التي دونوها، بقيت كتبهم منارا للمجتمع المسلم، سيروا عليها ويتوارثها وينقبون عنها أينما وجدت فينشرونها ويطبعونها من آثار نياتهم الصالحة، لا يزال علمهم باقيا وإن كانوا ماتوا
من مئات السنين، لكن لا يزال ذكرهم وعلمهم باقياً كأنهم أحياء بين الناس، وهذا شيء ملموس ومشاهد. العلماء كثيرون، ولكن الذين لهم أثر باقي ونافع قليلون، لكن مع قلتهم جعل الله فيهم البركة والخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية تنقطع ما تدوم، الولد الصالح يموت، لكن العلم لا يبقى. علم ينتفع به هذا يبقى، ويتوارثه الناس جيلا بعد جيل. وها هي كتب الأئمة الآن، ها هي باقية كأنهم أحيا بين الناس، والناس يقبلون عليها ويدرسونها ويحصلون عليها بأغلى الأثمان. هذا من إخلاصهم لله عز وجل، من آثار إخلاصهم. قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فعلمهم ينفع الناس فيبقى، وأما الزبد فيذهب جفاء. العلم الذي لا ينفع هذا يذهب جفاء مثل الزبد. هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون المدح والثناء والدعاء لهم والاقتداء بهم. الشيطان ما استطاع أن يحدث الشرك في قوم نوح إلا بعد موت العلماء. لما مات العلماء من قوم نوح دعا الشيطان الناس إلى عبادة الأولياء والصالحين، تعلق بهم، تصوير صورهم ودعائهم، حتى عبدوهم من دون الله. قال لهم: بل أول صوروهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم وتقتدوا بهم. فغرس الشر ثم انتظر، فلما مات العلماء جاء ثانية إلى الجيل الذي بعدهم وقال: إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر. فزين لهم عبادتها، عبدوها. ولما بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن هذا الشرك، حذرهم منه، قالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الرجال الصالحين الذين صوروا صورهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله عز وجل، وتواصوا بالتمسك بهذه العقيدة الباطلة بسبب إملاء الشيطان وفقدان العلماء الذين يقاومون هذا الشر. لا يقام الشرك والبدع والمحدثات إلا العلماء، أما إذا فقد العلماء فإن شياطين الإنس والجن ينشطون في إضلال الناس وترويج الشرك والبدع
المحدثات وتغيير الدين باسم الدين وباسم الإصلاح، يسمونه دين وإصلاح تطوير إلى غير ذلك، خداعاً للناس. فما ينشط شياطين الإنس والجن في ترويج الشر تغيير الدين إلا إذا فقد العلماء، أو وجد علماء لا يغيرون شيئاً ولا يتكلمون ولا ينصحون، هؤلاء وجودهم كعدمهم، وهم والأموات سواء لا نفع فيهم. إنما العلماء هم الذين يتعلمون العلم أولاً ويتلقونه من مصادره ومن أهله، تلقونه من مصادره الصحيحة من الكتاب والسنة على أيدي أهل العلم. هؤلاء ثم بعد ذلك يقومون بنشر الدعوة إليه وتعليم الناس، نفع الناس وإفتاء الناس. هؤلاء هم العلماء، وبقاء المجتمع مربوط ببقائهم، فإذا فقدوا فإن المجتمع مهدد بالزوال، مهدد بالخطر. من هذا يتبين لنا مكانة العلماء، حاجة الناس إليهم، ولماذا أثنى الله عليهم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله بما تعملون خبير، يرفعهم درجات لأنهم أوتوا العلم وقاموا به علماً وعملاً وتعليماً وإفتاءً وإرشاداً، فالله رفعهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا يعلمها إلا الله، درجات متفاوتة على حسب علمهم وعملهم وإصلاحهم. فالاعتبار بالعلماء المصلحين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. هؤلاء هم العلماء. والعلم لا يحصل عفوا، لا يحصل العلم عفوا أو تلقائيا كما يقوله أهل الضلال، إنما يحصل العلم بالتعلم، والتعلم لا بد أن يكون على العلماء، ما يكون على الجهال أو المتعالمين أو أهل الضلال، إنما يكون التعلم على أيدي العلماء الصالحين المصلحين، ولا يكون العلم يأتي بدون تعلم كما يظن الصوفية ومن يقولون اشتغل بالعبادة، اشتغل بالذكر والعبادة ويفتح الله عليك العلم، يأتيك العلم تلقائيا، هكذا يقولون، يزهدون في العلم، يزهدون في كتب العلم، ويقولون للناس اشتغلوا بالعمل، العلم يلهيكم عن العمل، يقولون العلم يلهيكم يشغلكم عن العمل، ولا يعلمون أن العمل لا يكون عملاً صالحاً إلا بالعلم المؤسس على العلم. نعم العمل مطلوب، ولكن لا يكون العمل صحيحاً إلا إذا كان مؤسساً على العلم النافع.
تعلم العلم مقدم على العمل، تعلم أولاً ثم اعمل. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. البخاري رحمه الله كتب ترجمة في صحيحه على هذه الآية فقال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلا بد من العلم أولاً ليكون العمل صحيحاً. فالعمل إذا لم يكن مبنياً على علم صحيح يكون ضلالاً، يكون ضلالاً، لأنه على غير هدى، على غير دليل، فيكون ضلالاً. كما أن العلم بدون عمل يكون حجة على صاحبه ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من العلم والعمل. أما من أخذ العلم وترك العمل كاليهود فإنه يكون مغضوبا عليه، وأما من أخذ العمل بدون العلم فإنه يكون ضالاً. وهذه طريقة النصارى، طريقة المنعم عليهم، هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا في آخر سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة، ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، نسب إليهم لأنهم يسيرون عليه ويلازمونه. وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، وهم من ذكرهم الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صراط الذين أنعمت عليهم، عرفناهم، الذين جمعوا بين العلم والعمل، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم حذر من الطريقتين: طريقة العلم بدون عمل وطريقة العمل بدون علم، فقال: غير المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ولا الضالين، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. سماهم الله ضالين، ومن قبلهم مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. وأما الآخرون فهم عبدوا الله على جهل وضلال. إذن فلا بد من العلم أولا، والعلم من الكتاب والسنة. ولا يبين ما في الكتاب والسنة إلا أهل العلم المتخصصون، فيتلقى العلم عنهم. أما المبتدي فهذا لا يأخذ العلم من الكتاب والسنة على طول، لأنه ما يدري، إنما يأخذه عن طريق العلماء الذين يشرحون له كتاب الله وسنة رسوله ويبينون له كيف يعمل.
هكذا يكون العلم النافع. لا يؤخذ العلم من الكتب فقط أو من الجهال أو من العباد الذين عندهم عبادة وورع لكن ما عندهم علم، ما يؤخذ عنهم العلم، يؤخذ العلم عن العلماء المتخصصين، متخصصين به، معروفين به. هكذا يؤخذ العلم النافع الذي يكون مؤصلاً مبنياً على أصول صحيحة، هذا هو العلم النافع. وهذا الذي كان عليه علماء هذه الأمة وعلماء الأمم السابقة، كانوا يأخذون العلم عن علمائهم ويتوارثونه. فقد جعل الله العلماء ورثة الأنبياء. وش معنى ورثة الأنبياء؟ أنهم يقومون بعد الأنبياء بتعليم الناس، كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون الناس ما أنزل الله عليهم، ولكن كل نفس ذائقة الموت. الأنبياء يموتون عليهم الصلاة والسلام. أمن رحمة الله أن جعل العلماء ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في العلم والتعليم. ولذلك استحقوا أن يسموا ورثة الأنبياء. فلا يستهان بالعلماء كما نسمع من بعض الصحفيين أو من بعض الجهال أو من بعض يهونون من شأن العلماء ويقدحون فيهم أو يقولون العلم ما هو بوقف على أحد. نعم، العلم ما هو بوقف على أحد، لكن العلم يؤخذ من أهله، يؤخذ من أهله، لا يؤخذ من الجهال أو يؤخذ من الكتب أو يؤخذ من العباد. وإن صلحت نياته، مجرد صلاح النية ما يكفي، لا بد من العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح. إذن لا بد من الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فهذا مما يبين لنا أهمية العلم. نعم، عرفنا أهمية العلم. منين نأخذ العلم؟ من العلماء، من ورثة الأنبياء نأخذ العلم عنهم. فلا يستهان بالعلماء أو يقلل من شأنهم أو يهجرون أو يقدح فيهم، لأن فيه من يقسم العلماء إلى أقسام وخذوا عن فلان واتركوا فلان. نعم، نترك الذي لا خير فيه نتركه، لكن العلماء الخيرون الطيبون ما نتركهم لأجل الهوى، من أجل الهوى وقول فلان وعلان. نعم، فيه من يصدون الناس عن العلماء، نحن نعرف هذا، إن الأعداء أو الجهال أنهم يصدون الناس عن العلماء ويقللون من شأنهم، يقللون من شأنهم ويقولون العلم ليس وقفا عليهم، فيصدون الناس عن علمائهم ليصرفوهم إلى أخذ العلم عن غيرهم، فيضلون ويضلون، لأن من ضل في نفسه فإنه يضل غيره، كما أن من اهتدى في نفسه فإن الله يهدي به غيره. فلا نلتفت لهذه الأقوال أو يوصفون بالتشدد. في من يصف العلماء العاملين
متمسكين بالكتاب والسنة يصفهم بالتشدد والغلو والتطرف، كل هذا من أجل التنفير عن أهل العلم. فلا نلتفت إلى مثل هؤلاء. ويذكر يعني يقدح في العلماء ويصفهم بالتشدد، لماذا؟ لأنهم لا يوافقون على ما يريد. ويصف الذين يرخصون للناس الرخص السائبة التي لا دليل عليها ويفتحون لهم المخارج، يصفونهم بالعلماء المتمكنين وواسع الأفق والمتفتحين إلى غير ذلك، ويصف العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة بالمنغلقين، وهؤلاء يسميهم بالمنفتحين ويفهمون أمور المجتمع ومسايرة العالم إلى غير ذلك. طيب، إذا صار العالم يسير إلى جهنم، نحن نسير معهم؟ لا، نحن نسير مع الحق ومع أهل الحق إلى طريق الجنة. لكن هذا يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى تعلم الصحيح، ويحتاج إلى صبر، لأن تعلم شاق وطويل، لابد من الصبر على مشقته وعلى طول وقته، لابد من الصبر. وكذلك بالضرورة يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل، والعمل ينمي به الله العلم ويبارك العلم بالعمل، العمل الصالح. هذه أمور لا بد أن نعرفها. ونحن كما تعلمون نعيش في وقت فتن، شرور، دعوات مضللة، أحزاب، جماعات، كل يدعو إلى نفسه، كل يدعو إلى نفسه وإلى طريقته وإلى منهجه، حتى تقسم الناس فرقا وأحزابا وتقاطعوا وتعادوا بينهم. هذا ما يريده الشيطان. الله أمرنا أن نكون جماعة واحدة على صراطه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. ما ينجو إلا من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا طريق إلا طريق واحد، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان، بإحسان، بإتقان، لأن في من يدعي أنه سلفي وأنه على منهج السلف لكنه لا يعرف مذهب السلف، ما يعرف مذهب السلف لأنه لم يدرسه ولم يتعلمه. هذا ما يكفي الادعاء، قد يفهم وينسب للسلف شيئاً لا ليس من مذهبه لجهله. فلا بد أن تعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن تعرف ما عليه الخلفاء الراشدون، أن تعرف ما عليه المهاجرون والأنصار، لأجل أن تتبعهم بإحسان بإتقان، لا مجرد دعوة وانتساب مع المخالفة بسبب الجهل بمذهبهم ومنهجهم. إذن لا بد من تعلم العلم النافع على منهج سليم وعلى أيدي علمائه المتخصصين فيه، لا بد من هذا، وإلا ما يكفي الانتساب والادعاء، ولا يجمع الناس إلا منهج السلف الصالح الذي جمع السابقين على اختلاف لغاتهم وألوانهم وبلادهم، جمعهم وجعلهم أمة واحدة. ما الذي جمعهم؟ هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الذي جمع. وما حصل الاختلاف والتفرق إلا بالإخلال بذلك والاكتفاء بمجرد الانتساب من غير علم ومن غير معرفة. إذن فالأمر مهم جدا، ونحن بحاجة إلى العلم والعلماء، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، شبهات في العقيدة والشهوات في الأخلاق والسلوك. فنحن بحاجة إلى ما يعصمنا من فتنة الشهوات والشبهات، وذلك بالتمسك بكتاب الله، سنة رسوله، وما عليه صحابته الكرام والقرون المفضلة. ولكن هذا يحتاج منا إلى تبصر ودراسة حقيقية حتى نعرف مذهب الرسول، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه وصحابته والتابعون لهم بإحسان. فمجرد الدعوة لا يكفي، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، أهلها أدعياء، لابد من بينات. فالأمر مهم جدا، واشتدت حاجة المسلمين في هذا الزمان بالذات كثرة الفتن وكثرة دعاة الضلال، اشتدت حاجة الناس إلى العلم الصحيح، وحاجة الناس إلى الرجوع إلى العلماء والأخذ بسيرهم وأقوالهم، لا بد من هذا. ولا يعصمنا من ذلك إلا التمسك بكتاب الله، سنة رسوله. وكيف نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله؟ إذا عرفنا هدي السلف الصالح والأئمة من بعدهم، وأخذنا بمنهجهم وسرنا عليه، وتركنا تحزبات تفرقات. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أدعو إلى الله، هذا شيء،
على بصيرة هذا شيء آخر. أدعو إلى الله يعني لا أدعو إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى شخص أو إلى مذهب، أدعو إلى الله فقط. يجب أن تعرف هذا، أدعو إلى الله، تخلص النية في دعوتك، ما تدعو إلى مذهب معين أو شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة أو حزب أو غير ذلك، تدعو إلى الله. الشيء الثاني على بصيرة، على علم. الداعية لابد يكون على علم، والعلم لا يحصل عفواً إنما يحصل بالتعلم، على بصيرة. ثم قال أنا ومن اتبع. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عند هذه الآية أدعو إلى الله قال فيه الإخلاص في الدعوة، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، يدعو إلى نفسه لأجل يتبعه الناس يعظمونه يهتدون به يحصل على مكانه ولا يدعو إلى الله. فيجب الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يكفي، لا بد أن يكون على بصيرة، على علم، على علم بما يتطلبه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن كلنا وكل مسلم يحب العلم، إذا سمع الثناء عليه وعلى أهله يحبه ويود أنه يحصل عليه، لكن كيف يحصل عليه؟ يحصل عليه بالتعلم. تعلم على يد من؟ على يد العلماء المحققين، على يد العلماء المحققين المتمسكين به، لا على يد المحتالين والمتفتحين كما يقولون، بل على أيدي المتمسكين. والتمسك يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، لأنه سيقاومه الناس وسيتكلمون عليه وسيصفونه بالأوصاف، يصبر أدام أنه على حق، يصبر كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ليه؟ لأنه يحتاج إلى صبر، وإلا فإن الناس سيزلقونه عن الحق ويزهدونه ويعيرونه يتكلمون في حقه، لكن ما دام على حق لا يهمه ذلك، بل يعتبر هذا في سبيل الله عز وجل. يحتاج إلى صبر بعدما يتعلم ويعرف، يحتاج إلى صبر على العمل، سير على ما تعلمه من العلم النافع. وهذا يكون غريبا في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء، لأنهم سيكونون غرباء بين الناس. الغريب هو من يعيش في غير بلده ويعيش مع غير أهله وأهل وطنه، هذه صفة أهل آخر الزمان. الذي يتمسك بدينه يكون غريبا، وأشد غربة منه الذي يدعو إلى الله ويبصر الناس ويحذرهم من الفتن، يقولون هذا منغلق وهذا متشدد وهذا وهذا إلى آخره، فلا يهمه هذه الأمور. فهذه أمور يجب أن نتنبه لها وأن نجعلها بين أعيننا، وأن نحذر من الفتن ومن دعاة الضلال ومن المتعالمين الذين يدعون العلم وهم ليسوا علماء، ومن علماء الضلال الذين عندهم علم لكنهم يدعون إلى ضده.
ولا يعملون به. الله جل وعلا وصف أو شبه الذين أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به بالحمار يحمل أسفار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار يحمل أثقال ولكنه لا يدري ما فيها، فهو يقاسي من ثقلها وتعبها ولكنه لا يستفيد منها، كمثل الحمار يحمل أسفار. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. بلعام من علماء بني إسرائيل، بلعام من علماء بني إسرائيل، ولكنه والعياذ بالله لم يعمل بعلمه، فشبهه الله بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شو عالم شبهه الله بالكلب ليه؟ لأنه لم يعمل بعلمه. مثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذه عبر يجب أن نعرفها لنحذر منها ونتجنب أهلها، وهي تكثر في آخر الزمان، تكثر الفتن. الأئمة السابقون عرض لهم فتن ولكنهم قاوموها بالكتاب والسنة فنصرهم الله، كالإمام أحمد مع الجهمية ومع المعتزلة ومع قاومهم وثبته الله ونصره عليه، ضرب وسجن وعذب، لكن ما صرفه ذلك عن التمسك بالحق، فالنهاية نصره الله وأخذ لهم. شيخ الإسلام بن تيمية ماذا لقي من أعدائه؟ من السجن والطرد، ولكن الله نصره عليه، بقي علمه وذهب جهلهم وجورهم، ذهب مع أدراج الرياح وبقي علم هذا العالم. العاقبة للمتقين كما قال الله جل وعلا، والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. قال وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. على ماذا؟ على أذى فرعون. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لما قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، شوف يصفون موسى وقومه أنهم يفسدون في الأرض، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، والعاقبة للمتقين. في النهاية أغرقهم الله جميعا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه العاقبة، لكن بعد الصبر، بعد الصبر والثبات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص
لوجهه سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه عدة أسئلة وردتنا. هذا السائل يقول: في هذا الزمان الذي نعيشه كثرت الفتن فهي كقطع الليل المظلم، نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن. ومن هذه الفتن دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الضلال والبدع من الصوفية والروافض الاثنى عشرية وغيرهم، فهل يجوز أخذ العلم من هؤلاء إذا كانوا، أو فهل يجوز أخذ الفقه من هؤلاء إذا كانوا من أهل الفقه إلا أنهم ضلال في العقيدة؟ لا يجوز أخذ العلم عن هؤلاء، لأنهم يضلون من تتلمذ عليهم ويدسون عليه الشر. ومعروف أن المتعلم يقلد العالم، يقلد معلمه ويقتدي به، فلا يؤخذ العلم عن هؤلاء، بل يحذرون ويتجنبون. يؤخذ العلم عن أهل العلم المتمسكين به، عن أهل الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن معنى عبارة العلماء الربانيين، ما معناها أحسن الله إليه؟ المخلصين، ربانيين المخلصين لربهم عز وجل. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض المفسرين: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، يربونهم شيء فشيء، يدرجونهم في العلم شيئا فشيء، ما تعطيه العلم دفعة واحدة يتركه ولا يمسك منه شيء، لكن أعطه مسألة مسألة شوي شوي حتى يتمكن من العلم. هذا هو الرباني، اللي يربي الناس بالتدريج ويتابعهم ويسايرهم حتى يتكونوا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نحبكم في الله شيخ، ويقول: طالب علم يعلم الناس كتاب الله عز وجل ويقرئ الناس، لكنه وللأسف عنده قلة أدب وسوء في الأخلاق، فهل نقرأ عليه لنأخذ من علمه أو نتركه؟ عندكم ولله الحمد مقرئون مستقيمون، عندكم مقرئون مستقيمون، خذوا عنهم واتركوا من عنده انحراف في أخلاقه أو في عقيدته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة أحسن الله إليك تقول: أنا فتاة غير متزوجة، وجاءتني الدورة الشهرية لمدة 3 أيام ثم توقفت، وذهبت اليوم الرابع إلى مكة وأخذت عمرة، وفي نفس اليوم رجعت لي الدورة علما أنني قضيت هذه العمرة فيما بعد، فهل يلزمني شيء من دم أو نحوه؟ وهل صحيح أن عقد الزواج يبطل إذا كان علي دم ولم أقم به؟ إذا أحرمت بالعمرة وهي حائض، الإحرام صحيح، لها أن تحرم وهي حائض، ولكن لا تؤدي العمرة بالطواف والسعي حتى تطهر تغتسل. إذا طهرت واغتسلت أدت العمرة. أما إذا أدت العمرة والحيض لم ينقطع فهذا غير صحيح، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. فإذا طهرت واغتسلت تطوف للعمرة وتسعى وتقصر من رأسها. إذا كانت أدت العمرة وهي حائض فهذا غير صحيح، وعمرتها باقية عليها، لكن تقول إنها قضتها بعد الطهارة، يعني أدتها بعد الطهارة، هذا طيب لا بأس. وتقول العقد، عقد النكاح
إذا كان عقد النكاح حصل بعد العمرة الأولى التي أدتها وهي حائض فالعقد غير صحيح، لأنها محرمة، ما تزال محرمة، ولا يجوز العقد على المحرمة، بل لا تجوز خطبة المحرم حتى تتحلل من إحرامها. إذا كان العقد وقع قبل أداء العمرة بعد الإحرام وقبل أداء العمرة على الوجه الصحيح فيعاد العقد، العقد الأول غير صحيح لا بد من إعادته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن إفتاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإطعام على الحامل والمرضع، هل هو زيادة على النص؟ أحسن الله إليك. ما يزيدون على النص، لكنهم أخذوا هذا، أخذوه من النصوص، استنبطوه من النصوص. فكما أن الكبير الهرم والمريض المرض المزمن يقدم فدية بدل الصيام، يطعم فدية طعام مسكين أو مساكين، فكذلك الحائض والمرضع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الآية لم تنسخ وهي باقية في حق الكبير الهرم والمريض المزمن والحامل والمرضع، فأخذوا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تعلم قراءة القرآن بأحكام التجويد، وما حكم قراءة الأحاديث؟ ما حكمه؟ يقول أحسن الله إليك، ما حكم تعلم قراءة القرآن بأحكام التجويد، وما حكم قراءة الأحاديث النبوية والمنظومات قراءة ملحنة؟ نعم، قراءة القرآن بقواعد التجويد لا بأس، طيب، لأن هذا من تحسين التلاوة، من ضبط التلاوة، قواعد التجويد لا بأس، لكن لا يغالي فيها، لا يغالي في التجويد والمدود والغنة والتمطيط والتقطيع، بل يعتدل في التجويد، لا يترك التجويد نهائياً ولا يغالي فيه ويتكلف فيه، بل يتوسط، هذا هو المطلوب. وبقية السؤال؟ ويسأل أحسن الله عليك عن تلحين الأحاديث النبوية عند قراءتها والمنظومات. تحسين الصوت بقراءة الأحاديث طيب لا بأس، لأن هذا يرغب الناس في الاستماع، لكن من غير تلحين مطرب، إنما هو تحسين صوت، مراد تحسين الصوت بالقراءة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن، يقول هل يجوز أن تكون النية من أول الليل أم لا بد أن تكون مع السحر؟ النية تكون قبل الفجر، سواء من أول الليل أو من آخر الليل، المهم تكون قبل طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول امرأة كانت تقضي صوماً واجباً وأفطرت، فماذا يجب عليها؟ هل عليها كفارة؟ أحسن الله إليك. يجب عليها القضاء وليس عليها كفارة، يجب عليها القضاء بدل اليوم الذي أفطرت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول الحامل والمرضع في الصوم يطعمان عن كل يوم مسكين، لكن يسأل عن الحامل أحسن الله إليك والمرضع، هل يطعمان عن كل يوم مسكين؟ هل هذا صحيح؟ إذا أفطرتا، الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو خوفا على الطفل فيقضيان ويطعمان، أما إذا لم تفطر صومها صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول رجل أفطر بالأكل متعمدا من أجل أن يجامع زوجته. نعوذ بالله من الضلال، لا يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب متعمدا، فكيف بالجماع؟ لا يجوز له ذلك، عليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء اليوم، وعليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع
يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما أفضل العبادة في رمضان، قراءة القرآن أم طلب العلم؟ لأن غالب طلبة العلم يتوقفون عن طلب العلم في رمضان وينشغلون بقراءة القرآن، أفيدونا مأجورين؟ نعم، هذا أحسن. كان السلف الصالح إذا دخل شهر رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن والعبادة وأجلوا طلب العلم إلى ما بعد رمضان، هذا سيرة السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما شروط نكاح نساء أهل الكتاب؟ تكون محصنة، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات، محصنات يعني العفيفات عن الزنا، الكتابية يشترط أن تكون عفيفة عن الزنا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم شراء السيارة على نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا لا يجوز، هذا عقد باطل، لأنه جمع بين عقدين مختلفين، كل عقد له شروط وله أحكام، فلا هو بيع خالص ولا هو تأجير خالص، هو عقد باطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في عمل يضطرني دائما إلى أن أكون مسافرا، فماذا علي في شهر رمضان؟ المسافر يفطر، المسافر يفطر مدة سفره، قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كنت تسافر في رمضان يعني يضطرك العمل إلى هذا، أنت بحاجة إلى السفر، فسافر وأفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأت القرآن في نهار رمضان ثم بلعت ريقي بنية الشفاء بتلك التلاوة، فهل علي قضاء في ذلك اليوم؟ لا، بلع الريق ما في شيء، هذا من الضروريات، ما تبلع ريقك بعد؟ لا، هذا من الضروريات، ولا يتكلف الإنسان هذا التكلف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما رأيكم في من يطعن في علماء الدعوة النجدية وخاصة في كتاب الدرر السنية ويقول عنهم أنهم من الغلاة وأنهم تكفيريين؟ لأنهم ما يوافقون على رأيه، يطعن فيهم لأنهم لا يوافقونه على رأيه، فهو يرى رأيا غير رأيهم، فلذلك يطعن فيهم لأنهم خالفوه على رأيه، وهذه طريقة أهل الضلال اللي يطعنون في من خالفهم من أهل الحق. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الدعاة الذين يهملون التوحيد وينشغلون بأمور أخرى وهم من العلماء، أحسن الله إليك، يقول: هل يجوز أخذ العلم عنهم؟ يجوز أخذ العلم عنهم، لكن المنهج هذا لا تأخذه عنهم، لا تأخذ عنهم المنهج الدعوي الذي يهتم بغير التوحيد، لا تأخذ عنه. أما أخذ العقيدة عنهم ما إذا كانت سليمة وأخذ الفقه عنهم لا بأس، لكن لا تأخذ منهجهم في الدعوة. نعم. وإن وجدت من هو أحسن منهم اذهب إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أغمي على رجل وسط النهار فهل يصح صومه؟ الإغماء إذا كان كل النهار مغمًا عليه لا يصح صومه لعدم النية، لأنه عادم للنية. أما إذا أفاق جزءًا من النهار فإن صومه صحيح لوجود النية. نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل أيضًا عن الرجل الذي يحتلم في نهار رمضان، ماذا عليه؟ عليه الاغتسال، عليه الاغتسال من الجنابة، وأما صومه فهو صحيح لأن الاحتلام بغير اختياره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عمن يتهمون علماء هذه البلاد المباركة بأنهم
مداهنون وأنهم علماء سلطان، ما توجيهكم لهم أحسن الله إليكم؟ هذا مر بكم في أثناء الكلمة، وقلنا لا شك أن أهل الحق يبتلون بأضدادهم، إذا خالفوا منهجهم طعنوا فيهم بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإمام أن يتابع قراءة صلاة التراويح في صلاة المغرب وصلاة الفجر أحسن الله إليك في الفروض؟ هذه طريقة مبتدعة، أنه يحسب قراءته في الفريضة يحسبه من القراءة في صلاة التراويح، هذه طريقة مبتدعة، ما كان السلف يعملون هذا. صلاة التراويح تستقل بقراءة القرآن من أوله إلى آخره، لازم يقرأه ليحصل على الأجر، لازم يقرأه في التراويح من أوله إلى آخره، ولا يحسب منه ما يقرأه خارج التراويح. هذه قراءة أخرى، قراءة أخرى لا تدخل في قراءة التراويح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الآلية الصحيحة لدراسة علم العقيدة، وما هي الكتب التي يبتدئ بها المبتدئ؟ أولاً اختر المدرس، اختر المدرس المتقن للعقيدة، وهو يعين لك الكتب التي يشرحها لك. نحن لا نفرض كتباً معينة، لكن هذا راجع إلى المدرسين الذين يدرسون العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في هذه البلاد المباركة كثر أهل العلم والعلماء، إلا أننا نجد في هذه المدينة، مدينة جدة، نجد شحاً في وفرة العلماء الراسخين، فنرجو من فضيلتكم درساً شهرياً في هذه المدينة. ويقول: هل هناك أحد من علماء جدة تنصحون بالجلوس والتلمذ على يديه؟ على كل حال، هذا يدل على الاهتمام، وجزاكم الله خيراً، ومن حرص على طلب الحق فإنه سيجده بإذن الله. وجدة لا تخلو من العلماء ومن المدرسين، فاطلبوا العلم على علماء الموجودين، ولو اقتضى هذا أنهم بعيدون عنكم تذهبون إليهم في أقصى البلد أو خارج البلد، اذهبوا إليهم واصبروا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يكتفي طالب العلم بطلب العلم عن طريق الأشرطة والكتب، أم يلزمه أن يحضر مجالس أهل العلم؟ ما يكفي طلب العلم من الكتب ولا من الأشرطة، لكن تستفيد من الكتب والأشرطة، لكن لا تعتمد هذا طريقة لطلب العلم، لابد من العلماء، لابد تأخذ العلم عن العلماء، تلقي العلم بالتلقي، ما هو بالقراءة والمطالعة، إنما هو بالتلقي عن العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من كان لديه مالاً وقد بلغ النصاب، ثم أقرضه شخصاً قبيل مضي الحول، ثم أعاده الرجل المقترض، فهل يزكيه أم لا؟ بلا شك، إذا حال عليه الحول حتى لو ما أعاده، له في ذمة المدين يزكي، فكيف إذا أعاده يزكيه على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أفطر عدة أيام قبل سنين ثم تاب الآن، فماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء والإطعام عن كل يوم سبب التأخير. نعم. دخل الوقت أحسن الله إليك للأذان. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله اللهم صل على محمد نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل يقول ما المقصود بتتبع الرخص ولو شرحتموها أحسن الله إليك مع التمثيل؟ تتبع الرخص أي تتبع الأقوال أقوال العلماء والأخذ بالأسهل اللي يوافق هواه يأخذ بما يوافق هواه من أقوال العلماء بدون دليل لا هو تتبع الرخص الذي لا يجوز. الرخص على قسمين: رخصة من الله سبحانه وتعالى كالفطر للمسافر والمريض والقصر الصلاة للمسافر والتيمم عند عدم الماء، هذه رخص من الله العمل بها يحبه الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما الرخص التي هي أقوال العلماء هذه لا يجوز الأخذ إلا ما قام عليه الدليل منه، ما قام عليه الدليل هو قول صحيح وفتوى صحيحة، أما ما خالف الدليل فإنه خطأ لا يجوز الأخذ به. نعم أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول أنا شاب ملتزم ووالدي وأخي يؤذونني في الدين جدا سواء بضرب أو شتم، وأبي يقوم بأخذ راتبي كاملا ويحرمني منه، وأخي عاق لوالديه ويضربني أنا وإخوتي البنات والأولاد، فماذا أفعل معهم؟ هل أتركهم وأهجرهم؟ أفيدونا مأجورين؟ عليك بالصبر والتحمل، هذا والدك وإخوانك، أصبر على ما ينالك منهم وأنت مأجور إن شاء الله، ووالدك له أن يأخذ من مالك ويأخذ من راتبك، له ذلك، أنت ومالك لأبيك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتبر هذا من البر إلى والد واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا لا تكره هذا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن مقاطعة المنتجات الإسلامية، يسأل عن مقاطعة المنتجات الغير إسلامية أحسن الله إليك. ما الله أباح لنا التجارة وأباح لنا السلع وأباح لنا، فلا نقاطع إلا الحرام، الأمور المحرمة والسلع المحرمة هذه نتركها، أما المباحات فلا نحرم على أنفسنا شيئا أباحه الله لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، يشتري منهم ويستدين منهم، والمسلمون ما زالوا يتاجرون مع الكفار والشركات ويتعاقدون معهم، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لا نحرم على أنفسنا شيئا حله الله لنا، يصير الضرر علينا نحن ما هو الضرر على الكفار، الضرر علينا حرمنا أنفسنا مما أباح الله لنا. نعم لكن لو أن ولي أمر المسلمين أصدر أمراً بمقاطعة بعض الدول فإنه تجب طاعته في هذا، طاعة لولي الأمر، لأنه ينظر في مصالح المسلمين. أما أننا نحن نحرم أو فلان يحرم بعض السلع هذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول البعض ينكر على من يقول
نحن سلفيون وأثريون، فهل لهذا المنكر وجه؟ وهل يجوز الانتساب للسلفية والأثرية والجهمية أم أنها حزب من الأحزاب؟ الجهمية. لا، يقول أحسن الله لك، وهل يجوز الانتساب للسلفية والأثرية والجهمية أم أنها حزب؟ الجهمية. الجهمية. ها؟ الجهمية. أحسن الله لك. ما أعرف الجهمية، ما هنا فرقة اسمها الجهمية، هذا من الألقاب التي أحدثوها فيما بينهم، ولا فيها ما لها أصل هذا، وكل من خالفهم في شيء عادوه ولقبوه، اتركوا هذه الأمور. أما الانتساب للسلفية هذا طيب، لكن لازم تعرف السلفية ما هي، تبعوهم بإحسان، لازم تعرف تتقن مذهب السلف لأجل أن تسير عليه، ولا داعي أنك تقول أنا سلفي. تزكي نفسك؟ لا، لا تقول هذا، تمسك بما عليه السلف ولا تزكي نفسك في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. والبعض يسأل عن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، هل هي من 72 فرقة الهالكة؟ أنا أقول ما خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق المخالفة، كلها في النار إلا واحدة متوعدة بالنار. منهم من هو في النار من باب الوعيد وهو مسلم، ومنهم من هو في النار لأنه كافر، يختلفون، المخالف يختلف في حسب المخالفة، وكونه في النار هذا يختلف. المسلم قد يدخل النار بالذنب، يعذب بالنار، والكافر يدخل النار، لكن المسلم لا يخلد بالنار، والكافر يخلد والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على إمكان رؤية المؤمن لربه في المنام، وأنه لم يخالف في ذلك إلا الجهمية، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترون ربكم حتى تموتوا؟ لا ترونه في اليقظة، لا ترون ربكم يعني في اليقظة، أما في النوم ممكن، هذا ممكن أن يرى ربه في المنام، هذا ممكن، وهذا شيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، رأى ربه في أحسن صورة، وكلمه ربه، قال له بما يختصم الملأ الأعلى، هذه رؤيا منام. أما الرؤيا بالعين هذا ما يكون إلا لأهل الجنة، إذا دخلوا الجنة رأوا الله عز وجل، أما في الدنيا فلا أحد يرى الله بعينه، لكن يراه بالرؤيا ممكن هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل هناك زكاة في الذهب والفضة التي تكون للزينة؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه لا زكاة في الذهب المعد لللبس والزينة، لأنه للاستعمال، معد للاستعمال لا للنمو والتنمية، ولأن هذا يحرج المرأة إذا كلفت أنها تزكي حليها كل سنة وهي فقيرة، منين تجي؟ إما تحرم من الحلي، وإلا تكلف بالاستدانة والمشقة، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. نعم. أحسن الله إليك. تضع بعض النساء المكياج، يقول: تضع بعض النساء المكياج وتقوم بترقيق الحاجب بالمكياج حتى يصبح كأنه مرسوم عند حضور ليلة الزواج لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك يرجع الحاجب إلى طبيعته بعد غسل الوجه، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، الحاجب لا يعبث به، يترك، لا تعبث بحواجبها، وهي جميلة، خلقها الله جميلة ورسمها سبحانه جميلة، فلا تغيرها بشيء. أما أن تتزين بالمساحيق في وجهها وفي، لا مانع من ذلك، والأصباغ لا مانع من ذلك، تتزين لزوجها ما في مانع، إلا في الحاجب لا تتعرض له. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ذهبت إلى أحد القرى فكنت أدعو الناس إلى التوحيد، فأنكر علي أحد طلبة العلم وقال لي: تحدث في الأخلاق حتى لا يظن الناس بك شرا، فما تعليقكم؟ أحسن الله إليكم. الواجب عليك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة هذا الشخص ولا غيره،
الله جل وعلا ذكر أنه أرسل الرسل يدعون إلى التوحيد، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعناية بالعقيدة أهم شيء، لأن الخلل بالعقيدة خلل في الدين، فلا بد من تصحيح العقيدة أول، تعليم الناس العقيدة الصحيحة لأنها الأساس. الذي يقول لك ادع إلى الأخلاق ولا تدعو إلى الحقيقة، العقيدة تنفر الناس أو تفرقهم، هذا كلام باطل. هؤلاء حزبيون، هذا منهج الحزبيين الذين يريدون تجميع الناس دون نظر إلى عقائدهم ومذاهبهم، هذا مذهب باطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا متزوج منذ 8 سنوات ولم أرزق بأطفال، وبعد الفحوصات قال الطبيب أنه لا بد من عملية أطفال أنابيب، فما رأي فضيلتكم؟ يغنيك الله عن هذا، تزوج امرأة ثانية، اتخذ علاج، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وإذا ثبت أنك عقيم وليس لك ذرية فاصبر، الحمد لله على كل حال، ويجعل من يشاء عقيما، ولا تدري الخيرة، ما تدري الخيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما هو الكتاب الأكثر صحة عند المحدثين بعد صحيح البخاري ومسلم؟ هل هو سنن النسائي أم سنن أبي داود؟ فيه قبل السنن صحاح، مثل صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم، صحيح أبي حاتم البستي. يقولون إن بعد الصحيحين صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة هذا يأتي بعد الصحيحين. نعم. ويسأل أحسن الله عليك عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. هذا أدب، هذا كتاب أدب، ما هو كتاب دين، كتاب أدب، وفيه بعض الأشياء يا مؤاخذات، والمصنف شيعي أيضا، ابن عبد ربه هذا شيعي، فكتابه لا ما هو الفرج الأصفهاني، أبو الفرج الأصفهاني هذاك كتاب كتاب ابن عبد ربه غير هذا. فكتاب أبو الفرج الأصفهاني أيضا هو شيعي أبو الفرج، ويأتي بكتابه أشياء ما هي طيبة. نعم. ولكنه على العموم كتاب أدب أو كتاب دين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للأب أن يكره ابنته البكر من الزواج، حيث أنني قرأت هذا يقول أحسن الله إليك، هل يجوز للأب أن يكره ابنته البكر من الزواج، حيث أنني قرأت هذه المسألة في إحدى الكتب؟ لا يكره، ألا يكره ابنته على الزواج، سواء كانت بكرا أو ثيبا. البكر يؤخذ رايه، ولا تزوج بمن تكرهه ما دامت عاقلة مدركة لمصالحها، فلا يجوز إجبارها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل كما في الحديث البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر، لا بد من أخذ رأيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الضابط الذي يستطيع العالم من خلاله إطلاق لفظ فلان مبتدع، وهل كل من أتى بدعة أصبح مبتدعا؟ أولا اطلبوا العلم، اتركوا عنكم التبديع والاشتغال بشيء لم تصلوا إليه إلى الآن، اطلبوا العلم وبعدين تعرفون ما هي البدعة وما هي السنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل وسائل الدعوة إلى الله توقيفية أم أنها اجتهادية؟ المنهج منهج الدعوة توقيفي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله رسم لرسوله المنهج الذي يسير عليه الدعوة،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا منهج توقيفي. أما الوسائل وهي استخدام الوسائل التي تبلغ الدعوة للناس، هذه ما هي بتوقيفية، هذه تتجدد، مثل الآن المقرفون، هذا ما كان موجود في الأول، مثل الإذاعة ما كانت موجودة في الأول، فإذا استخدمت للدعوة إلى الله جاز هذا لا بأس. نعم، صلى الله عليك ويسأل. سيارات، كان الناس يسافرون على الإبل على الدواب، الآن يسافرون على سيارات وطائرات، الداعية يسافر على السيارة على الطائرة، ما في مانع. نعم، ويسأل أحسن الله عليك عن استخدام الأناشيد الإسلامية كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. ما هنا أناشيد إسلامية، قولهم إسلامية هذا غلط، لو كل اللي يقولون أناشيد وبس، هذه عند الصوفية، عند الصوفية من دينهم الأناشيد، أما أهل السنة ليس عندهم أناشيد دينية أبدا، لكن عندهم الإنشاد، إنشاد الشعر لا بأس، أنشد الشعر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنشاد فيه فرق بين الإنشاد والأناشيد، الإنشاد جائز وأما الأناشيد فهي مبتدعة. نعم، إذا نسبت إلى الدين. نعم، صلى الله عليكم. البعض يستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من لم يتغن بالقرآن فليس منا، يقول يستدل بهذا الحديث على جواز قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية، ويقول بأن لفظ يتغنى الواردة في الحديث واسعة جدا. هذا كلام باطل، يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن، ما هو بيغني، لا، يحسن صوته بالقرآن. وأما المقامات، هذه مقامات غنى، أغاني لا يجوز استعمالها للقرآن والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع إذا كان متهاونا في الصلاة يجمعها في وقت واحد ولا يصوم ولا يزكي رغم أنها نصحته كثيرا فلم يستجب؟ ما هم يجوز، يجب عليها أن تطلب الفراق منه، يجب عليها أن تطلب الفراق منه، ولا تبقى عند رجل لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن قول الله جل وعلا وتأكلون التراث أكلا لما، ما معنى الآية؟ المال، تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث، أي المال الموروث المورث، فالإنسان يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، سماه الله خيرا، والإنسان يحب المال بطبيعته، لكن لا يحمله حبه للمال على أن يأخذه من غير حل، أن يأخذ الربا، أن يأخذ القمار، أن يأخذ، بل يقتصر على ما أباح الله سبحانه وتعالى، ولا يلام على أنه يحب المال إلا إذا أثره على دينه. نعم، صلى الله إليكم. يقول هل صيام النفل محدد بوقت معين بمعنى أنه ينوي قبل الزوال أو بعده؟ نعم، بعض العلماء يقول بعد الزوال لا ينوي النفل، صوم النفل لا ينوي بعد الزوال، والصحيح أنه لا بأس، ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر فله أن ينوي صوم التطوع قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول بعت أرضاً بالتقسيط، أو بعت أرضاً بأقساط شهرية كل شهر 2000 ريال، والمشتري ملتزم بالسداد كل شهر، فهل علي زكاة في ذلك المال علماً أن إجمالي المبلغ 135,000 ريال؟ نعم، لا بد من الزكاة، الدين الذي لك عند الناس تزكي، إذا حال عليه الحول تزكي، لأنه ملكك حال عليه الحول، إلا إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا تدري هل تحصل على حقك منه أو لا، فهذا لا تزكي حتى تقبضه. أما إذا كان المدين موسراً أو باذلاً وحال الحول على الدين، فإنه يجب عليك إخراج زكاته.
لأنه مثل المال الذي عندك. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم أحسن الله إليك بهذا السؤال، يقول: ما توجيه فضيلتكم لبعض طلبة العلم الذين انشغلوا بالكلام على بعض العلماء الربانيين وعلى بعض طلبة العلم والطعن فيهم وتبديعهم، كمن يبدع فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين وغيره رحمه الله، فما توجيهكم لكل هؤلاء أحسن الله إليكم؟ هذا من الفتنة والعياذ بالله، هذا من الفتنة ومن الشيطان. الواجب عليهم أن يطلبوا العلم عن العلماء ولا يشتغلوا بالتبديع والتفسيق والتكفير، اشتغلوا بطلب العلم، وبعدما يحصلون على العلم النافع يعرفون ما هي البدعة وما هي السنة ومن هو المبتدع ومن هو السني إذا تعلموا. أما الآن لا يزالون طلبة علم أو مبتدئين لا يشتغلون.